اسالك على يعني المباريات اللي بتبقى مهمه، يعني زي مباراه الاهلي والترجي السابقه، وبالاخص كمان المباراه القادمه كمان من المباريات المهمه جدا للاهلي، وعايز رايك في اداء الاهلي وتربعه حتى الان على يعني عرش القاره السمراء من خلال طبعا الحصول على البطولات وعددها. يعني في مباراه زي كده كابتن، التعامل من وجهه نظرك سواء بقى من المعلقين او حتى برضو عايز اخد رايك الجزء الفني كمان، يعني هتكلم في التعليق في مباريات زي كده والجزء الفني ورايك فيه كمان في مباريات او المباراه القادمه بالاخص للنادي الاهلي. شوف، هو التعليق طبعا احنا يعني كان حاليا تعليق محايد، يعني لو في طرفين عربيين بيبقى تعليق محايد، واعتقد ده يعني من اجل برضو متعه المشاهدين الاخرين، لان لو انا معلق مصري مثلا بعلق هاخدك في سكه معينه، لو المعلق التونسي هاخدك في سكه ثانيه، بتخلق نوع من الحساسيات شويه. لكن انا اعتقد يعني بالنسبه لي انا اتمنى طبعا اعلق النادي الاهلي، ويبقى شرف ليا ان انا اعلق النادي الاهلي في بطولات كبيره، وكان ليا الحظ هي علقت كتير يعني الحمد لله. فاعتقد التعليق المحايد يعني بيقدم رساله برضه مهمه، يعني انك تستمتع وتتفرج. انا اتكلم بقى الناحيه الفنيه، لان صراحه النادي الاهلي قبل المباراه يعني كان في قلق شويه من فتره الراحه اللي كانت خدها لعيبه النادي الاهلي اسبوعين. لكن الحقيقه يعني انا عايز اشيد باداء اللعيبه في الملعب، يعني طبعا المدرب هو اللي بيختار التشكيل، لكن التنفيذ في الملعب ده يعني بيؤكد خبرات الموجوده في النادي الاهلي والاداء المباراه. وان كان انا شايف 1-0 نتيجه لا تعبر عن المباراه، المباراه دي كانت ممكن تخلص 2-3 لصالح النادي الاهلي، وكانت تحسم بشكل نهائي التاهل ان شاء الله للمباراه النهائيه والسعي للفوز باللقب العاشر. اداء مميز، الروح كانت عاليه جدا، التركيز كان عالي، رغم الاجواء اللي صاحبت اللي كانت موجوده قبل انطلاقه المباراه، وحاولت خلق نوع من الضغوط على لعيبه النادي الاهلي، لكن انا شايف الضغوط دي بتخلق منك يعني بتخلق عندك دوافع اكبر للفوز ودوافع اكبر للاداء الرجولي اللي شفناه من اللعيبه. الحقيقه يعني واحده من المباريات المميزه جدا للاهلي في السنوات العشر الاخيره، يعني افريقيا المباراه دي من افضل مباريات الاهلي اللي اتلعبت، وكنت اتمنى ان يعني يبقى في اهداف اكثر. وبالفعل يعني فوز مستحق، اداء مميز، يدي ثقه ان شاء الله في المباراه طيب. القادمه. بالنسبه للمباراه القادمه بقى كابتن علي، ويمكن فكره فريق اتغلب على ارضه يعني زي ما بنقول بايع القضيه في الماتش الثاني، هل ده يعني من وجهه نظرك الفنيه كابتن علي في مباراه زي كده ما يقلقش الفريق، ما يقلقش النادي الاهلي التعامل معها مع هذه المباراه ازاي؟ لا، مع الحقيقه موسيماني يعني احيانا تبقى موفق ويبقى عندك جانب من الحظ شويه، وده يمكن فيرجسون قالها، قال مدرب مميز بلا حظ ما يعني برده بتبقى ليها مواقف. لكن الحقيقه موسيماني يعني ادارته المباراه دي بالتحديد كانت ادارته مميزه جدا. طريقه اللعب اللي لعب بيها الثلاثه اللي في وسط الملعب، يعني كان البعض ما توقعش ان هو يتنازل عن موضوع طريقه اللعب المعتاده، يعني اثنين ارتكاز، لكن هو لعب بحمدي فتحي اللي عمل مباراه كبيره جدا، ديان كان نجم من النجوم، بنون يعني كلهم كانوا نجوم، الشناوي طبعا يعني بيدي ثقه كبيره جدا وعايز اتكلم على محمد شريف خاصه. محمد شريف بيؤكد انه مهاجم مميز جدا وهيكون مستقبل ان شاء الله الهجوم المصري. احنا فتره كده من فترات كنا بنعاني شويه في مركز راس الحربه، لكن الحمد لله عندنا مصطفى محمد وعندنا محمد شريف واسماء اخرى طبعا ان شاء الله تتالق الفتره القادمه. بس انا برضو عايز اشيد بموسيماني، لان موسيماني بينقل اللاعبين هدوء وثقته فيهم، ودي بتترجم في تصرفات اللاعبين في الملعب في الاجواء اللي قبل المباراه. كمان عجبني قوي كابتن محمود الخطيب وادارته للازمه، هي ازمه انك تشوف هذه الاجواء وتصر انك تلعب وتبقى موجود جنب اللعيبه، بتدي دوافع اكبر للعيبه. كل هذه العوامل يعني انا بقول دايما في كره القدم التوفيق او الفوز ما بيجيش من 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 فراغ، بيجي من عوامل كثيره جدا، وربنا لما بيوفق حد ده نتاج جهد ونتاج تعب ونتاج يعني تركيز برضه من اللعيبه ومجهود كبير الحقيقه فوزت في المباراه دي. طيب يعني برضه مباراه القاهره او مباراه استاد السلام، من وجهه نظر حضرتك الخروج منها ان شاء الله بمكسب ايضا ده هو الامل للنادي الاهلي، لكن هل ممكن فريق الترجي يعمل رومنتادا من وجهه نظر البعض او حتى من وجهه نظر جماهير الترجي، اللي يمكن النهارده كان في او في اول تمرينه كابتن علي هجم حصل هجوم على اللاعبين ويمكن حصل احتكاكات مع الجماهير، وبالتالي ده
بيخليهم في حاله تحفيز في مباراه زي كده. ويمكن ده هيعمل ضغوط اكتر على لعيبه الترجي. الحقيقه برضو الترجي دايما عودنا على لاعبين محترفين على اعلى مستوى. فانا بصراحه شايف الاثنين محترفين اللي بيلعبوا اللي هم الافارقه عباسط واللعيب الثاني اقل بكتير قوي من مستوى الترجي. اغلب لعيبه الترجي في يوم المباراه كانوا في اسوء حالاتهم، يمكن ما عملوش الا هجمتين ولا محاولتين فقط على المرمى طوال المباراه. فانا متوقع اندفاع من الترجي في المباراه القادمه في البدايه، وان شاء الله الاهلي يسجل ويريحنا، يستغل الدنيا دي اللي هي مفتوحه. صحيح ويريحنا وتبقى مباراه بقى يعني مفتوحه، ونشوف ان شاء الله يعني الثقه اللي تاهلنا بقى ان شاء الله تفكر في المباراه النهائيه، ونفكر بقى في اللقب، وان شاء الله تكون النهائي في المغرب. يعني هو حتى الان كايزر تشيفز متوقف يعني متفوق في لقاء الذهاب، كانت لعب في المغرب، لكن برضو الوداد فرقه جامده، فرقه قويه، ولسه ما نعرفش. لكن انا يهمني احنا نركز ترجي، نركز في المباراه القادمه، وننسى خالص 1-0 وكاننا بنلعب مباراه من اول. في بعض الامور مهمه، واعتقد طبعا موسيماني عنده الخبره الكبيره الحقيقه في المباراه دي.